الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. رحب فيكم، أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزميل عبدالله المحضار. مثل ما عودناكم نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا. أرقام النصية التالية STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. أمس جماعة الخير قرينا رسائل كثير ومداخلات كثير، طلب مداخلات، فرجاء يعني أنا أعتذر لكل واحد ما قدرنا ناخذه أمس، إن شاء الله يكون عندنا متسع من الوقت اليوم ناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات. نبدأ في برنامج الجولة اليوم، نقول مبروك لنادي الهلال، مبروك لسامي الجابر تدريبه ووجوده كمدير فني للفريق، طاقم فني له مساعدين طبعا، سامي الجابر مدربا لنادي الهلال، والتوقيع نقولها بعد شوي. الحافظ والمعسكر الخارجي، سماسرة الهلال، محترف النصر الجديد، ورواتب مبروك زايد، نهائي أوروبا، دروس هذه تكلمنا فيها، حتى كان في معنا طارق واحد من المتصلين وطلب ان احنا نتكلم، وكنا احنا مخلينها لليوم. أرجع أذكر مرة ثانية بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. نبدأ بموضوع سامي الجابر. تشير مصادر برنامج الجولة عن تواجد الكابتن سامي الجابر حاليا في مدينة جدة استعدادا لتوقيع عقد تدريبه لنادي الهلال خلال اليومين القادمة، وراح يكون تحديدا يا يوم الأربعاء أو يوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وبعض الشرفيين البارزين. وتشير مصادر الجولة أنه عن عدم وجود أي تغييرات إدارية للموسم المقبل، واستمرار كامل أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم نائب الرئيس، يعني الأمير نواف بن سعد، المتحدث الرسمي لأن عضو مجلس إدارة الجاسر، محجوب، أبو خضير، كلهم موجودين، ما راح يتغير ولا أحد، الطاقم كله موجود. بس اللهم الشيء الجديد، الشيء المختلف أن سامي الجابر مدربا لنادي الهلال بدلا عن زلاتكو. هذا وسامي موجود الآن في جدة، وراح يكون التوقيع في جدة أيضا، راح يكون يا الأربعاء الخميس بوجود أعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء الشرف البارزين. مبروك لنادي الهلال ومبروك لسامي الجابر. التدريب أو المدربين الوطنيين يحتاجون الفرصة، سامي الجابر واضح أنه كان عنده الرغبة في خلال الفترة الماضية، وكان عنده أكثر من مرة طلع وأخذ دورات تدريبية، وبعدين رجع فترة، وبعدين طلع راح، يعني كان أحد المساعدين لنادي أوكسير الفرنسي، فواضح أن فيه الرغبة موجودة أنه يكون متواجد كمدربا، والبداية مع نادي الهلال. نتمنى التوفيق إن شاء الله لسامي الجابر، وأنه يكون مدرب وطني، إن شاء الله تكون بداية سلسلة مدربين وطنيين تستفيد منهم الكرة السعودية. يعني ودنا نشوف سامي الجابر يعني مدرب يعني يقود الهلال للإنجازات، ودنا نشوف مدرب وطني في نادي النصر، ودنا نشوف مدرب وطني في النادي الأهلي، مدرب وطني في نادي الاتحاد، مدرب وطني في نادي الشباب. هذا اللي نتمنى في كل أنديتنا يكون في مدربين. دائما نشوف حنا في الدول العربية نشوف مدربين وطنيين يقودون منتخباتهم يعني وأنديتهم، يعني سواء في مصر أو في تونس أو في المغرب أو في العراق أو في كل الدول، نشوف إنه في مدربين وطنيين وحققون إنجازات يعني كبيرة. يعني حتى حسن شحاتة يعني شفناه مثلا مع المنتخب المصري حقق كم بطولة أفريقية وغيرهم من المدربين. فإن شاء الله أنا عارف يطلعون لي أحد بيقولون لي حسن شحاتة وتقارنه بسامي، يا جماعة الخير يعني حسن شحاتة ما نزل كذا فجأة صار برشوت صار مدرب، يعني أكيد بس أعطي الفرصة وكان قد الفرصة هذه وقدم إنجازات
سامي الجابر الآن أعطي الفرصة، إن شاء الله أنه يكون قدها وإن شاء الله يوصل للمنتخب السعودي يقدم إنجازات، ونتمنى مو بس سامي الجابر يعني أكثر من مدرب وطني إن شاء الله أنهم يأخذون فرصة، لأن حنا قلناها في برنامج سابق يعني عدد، والله نسيت عدد مهول من المدربين الوطنيين اللي موجودين وما تعرف وينهم يعني، وغير مسجلين يعني، كل ما واحد يعتزل يقول لك أنه مدرب وطني، لا عنده طموح ولا عنده دورات، والأندية ما تثق فيهم. يعني خلينا نقول يمكن نادي الهلال، حتى يمكن تشوفون انتم الاصوات السابق في وقت سابق اللي طلعت انه لا او هذه مغامره من الهلاليين نفسهم، ليش؟ لانه هذه ثقافه ما كانت موجوده عندنا، انه احنا نعطي مثلا ابن النادي وطبعا ابن البلد انه ياخذ فرصه ويقدم نفسه بشكل جيد كمدرب، انا اتكلم، فهذه ثقافه يمكن، بس رغبه سامي والواضح انه هو شغال على نفسه، يمكن هذا اللي خلى الهلاليين يقتنعون بإعطاء الفرصة. فأنا أتمنى من باقي المدربين الوطنيين اللي موجودين عندنا بجميع مسمياتهم وبجميع الانتماءاتهم أنهم يشتغلون على نفسهم بنفس الشكل ويأخذون دورات ويطلعون أيضا، والله برنامجنا هنا مفتوح، برنامج الجولة، يطلعون ويقولون إن حنا والله بنروح وبناخذ الدورة الفلانية وبناخذ هذا، ويروح ويعرض نفسه. يعني الناس اللي كانوا يعني يتكلموا على سامي وكان يقولون إنها راح أعرض نفسه على أوكسير، نتمنى مو بشرط إنه على أوكسير، مو بشرط إنه فرنسا، روح أعرض خدماتك حتى لو إنك مساعد، حتى لو في الدول العربية اكتسب خبر، حاول تقنع المسؤولين عن الأندية هنا أنه ممكن أنك أنت تأخذ الفرصة، نتمنى. فنقول إن شاء الله ومبروك مرة ثانية نقولها النادي الهلال وسام الجابر. على طاري موضوع نادي الهلال وسام الجابر، طبعا احتمالية معسكر نادي الهلال راح يكون في ألمانيا إلى الآن، ممكن عدد اختلف شيء أو جديد في الموضوع. عبد الله الحافظ المحترف طبعا في البرتغال، اللاعب الاتفاقي في الأصل، عندنا أخبار في برنامج الجولة تقول أنه اللاعب ضمن الأسماء المختارة للمعسكر الهلالي خلال فترة الصيف واسمه موجود، لكن اللاعب مصرح يقول إلى الآن أنا لم أحدد وجهتي، هذا تصريحه أمس. يعني وضعا مع نادي الاتفاق، لأنه لازم عشان يخلص موضوعه مع نادي الأصلي يكون محترف الخارج لمدة سنتين، هو ما كمل السنتين، في يناير القادم بيكمل سنتين، لكن الآن في خلال الصيف هذا اسمه موجود من ضمن أسماء لاعبي الهلال في المعسكر خلال الصيف، لكن هل راح يكون في اتفاقية بين الهلاليين وبين نادي الاتفاق؟ الله أعلم خلال الفترة الجاية. هل اللاعب معطي كلمة للهلاليين؟ الله أعلم. وش اللي راح يصير خلال الأيام الجاية؟ ممكن الاتفاقية كذا ممكن من خلالها نادي الهلال أن يكون موجود اللاعب معهم وأنه يلعب مع بداية الموسم، أو أنه في اتفاقية مع اللاعب أنه يكون موجود في المعسكر لكن ما رح يوقع لنادي الهلال إلا في يناير. هذه كلها لسه بنعرف عنها خلال الفترة الجاية، بس عموما الحنا عرفنا في برنامج الجولة أنه عبد الله الحافظ ضمن الأسماء اللي موجودة حتى الآن في معسكر الهلال في الصيف. خلصنا من نادي الهلال وسام الجابر وعبد الله الحافظ، نروح للسماسرة. يا جماعة الخير، نرجع تكلمنا قبل كم يوم على موضوع أعضاء مجلس الإدارة في نادي الهلال، وتكلمنا وكان في نصيحة قدمناها الرئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أنه ما هو لازم أنه يكون ناس مقربين منك بشكل شخصي أنهم يكونوا موجودين في النادي إذا ما كان عندهم خبرة كروية وقاعدين يقدمون شيء أو عندهم نظرة، ما راح يسوون لك شيء، يعني بالعكس راح يكون تخريب لا أكثر ولا أقل. والله العظيم أنا يوم قلت الكلام هذا على مواقف سنوات مضت وحنا عارفين الكلام هذا، لكن اليوم طبعا جينا الأخبار ويجد جديد أنه يكون أيضا سمسار، يعني يا ليت أنه هو ما يفيدك بشيء وأنه ماخذ موقع يعني عضو مجلس إدارة أنه يكون سمسار. يعني لازم في كل موسم، وأنا أتكلم على أحمد محجوب تحديدا، يعني لازم في كل موسم لازم يكون يعني يحط بصمته على واحد من المحترفين، لازم إذا ما حط بصمته بما فيها الموسم القادم. يعني فهذه يعني نحطها أيضا على موضوعنا اللي تكلمنا فيه، أنه موضوع أعضاء مجلس الإدارة في نادي الهلال والمقربين من الرئيس اللي إلى الآن موجودين وما منهم أي فائدة، واليوم نضيف عليها أنه أحمد محجوب سمسار حتى على الموسم القادم وده يكون بصمته موجودة. خلصنا من السماسرة والهلال.
روح نادي النصر والمحترف الثاني. أعلن نادي النصر تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، يبلغ من العمر 29 عام، مهاجم نادي هولندي، وذلك لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع فريقه الهولندي. اللاعب شارك مع نادي 7 مواسم، شارك خلالها أو لعب خلالها في 217 مباراة، أحرز 70 هدف. أنا أشوف 70 هدف، حنا نتكلم على 70 هدف، يعني في 7 سنوات تمشي، لكن أتكلم في 217 مباراة. يا ليت الجيدين، أنا بصراحة ما كنت ذكر زود في الرياضيات، يحسبون لي كم نسبة التهديف، يعني هدف في كل 3 مباريات ولا هدف في كل 4 مباريات. 70 هدف في 217، وعمره 29 سنة. وطبعا هذا اللاعب البرازيلي. وعموما أنا ودي أخذ رأيكم في موضوع محترفين ونادي النصر، هذه ثاني صفقة. هل أنتم تشوفون بدري؟ إحنا دائما نتكلم ونقول أنه الأندية لا يتأخرون، يعني لا ينتظرون لين اللحظات الأخيرة في توقيع العقود مع اللاعبين أو في جلب اللاعبين الأجانب، لكن النصر مبكرين بزيادة. بس هل هذه تعتبر إيجابية ولا تعتبر سلبية؟ أنا صراحة ما راح أقدر أتكلم في الموضوع هذا، لأن ما شفت اللاعبين ولا أعرفهم، فما راح أتكلم عليهم. يعني ما أقدر أني مثلا أنتقد إدارة نادي النصر، ممكن يكونوا بالعكس أجانب كويسين. فننتظر ونشوف. أخذ رأيكم أنت في هذا الموضوع بهذا الوقت المبكر جدا في الانتهاء من توقيع مع الأجانب، خاصة أنه بعض الأقوية تطلع أنه كارينيو ممكن مع أي هزة قادمة في نادي النصر ممكن يطير. أنا خوفي في نادي النصر أنهم يتعاقدوا مبكرا مع اللاعبين الأجانب بشكل كامل ومع أي هزة، لأنه كارينيو ها باقي إلا شوي، لا يتعاقدوا مع الأجانب كلهم مع أول هزة يطير المدرب. طب مين اللي قاعد يختار الأجانب؟ هل هي الإدارة ولا المدرب؟ إذا كان المدرب وبيطير المدرب مع أول هزة، هذه بتصير مشكلة. ليه؟ أنا أقول وأنصح إدارة نادي النصر شوي يا جماعة الخير، شوي لازم تعرفون وتحددون أهدافكم. هل هذا المدرب بيقعد معكم كارينيو؟ خلوه هو اللي يختار الأجانب وتستمرون معه لنهاية الموسم إذا كان عندكم قناعة، لأنه المدرب ما هو جديد عليكم. لا تحسسوني أنه في بعض الأندية أنها تشتغل أنه المدرب هذا كأنه جديد عليهم، فجأة يتفاجئون كارينيو موجود معكم الموسم كامل. فأنتم عارفين إذا عندكم قناعة أنه المدرب هذا بيفيدكم، خليه يستمر الموسم كامل، ما هم مع أول هزة تقيلونه. وإذا أنتم عندكم قناعة أن لا والله ما هو بقاعد يسمع، أو لا والله متزمت في آراءه وتشوفون أنه والله ما في نتيجة معه وأنه خطته ما يبقاعدة تفيد الفريق، تخلصوا منه وجيبوا واحد ثاني. ما رح نفرض عليكم، بس حددوا أهدافكم عشان لا يجي مثل ما يصير مع ماتورانا، أجدد معه 3 سنوات وفجأة بعدها بشهرين أقيل المدرب. لأنه هذه جماعة الخير تمشي مع الفريق، تمشي طول الموسم، آثارها السلبية تمشي طول الموسم. يعني ممكن واحد، لأن الناس نظرتهم دائم قصيرة، بعض الناس مو كلهم، يعني يقول لك يعني ممكن يقيل المدرب ويجي مدرب ثاني يفوز مباراتين، يقول لك شفت يا ثامر انت والله ما عندك سالفة، مثل اللي صار مع مدرب الأهلي قاروليم. كنا نصيح يا جماعة الخير ما هو وقت انك انتقل المدرب، فاز الأهلي في مباراتين بعد إقالة قاروليم، شفت يا ثامر وانت قاعد تتفلسف وقاعد تقول على أليكس، شفت الأهلي كيف تحرر. إيه بس شفنا يوم نهاية الموسم ما كان في تدوير صحيح للاعبين، ما كان في مشاركات حتى للاعبين أو إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياط، صار دروب في مستوى اللاعبين حتى على المستوى اللياقي، لأنه مدرب ما جاي في وسط الموسم. فالآثار متى تبدأ يعني تكون واضحة؟ في آخر الموسم، وهذه نتائجها كانت عن نادي الأهلي وكانت موجودة أيضا في نادي النصر وقت ما ترانا. فيا جماعة الخير حددوا أهدافكم من الآن، ودي أعرف مين اللي قاعد يختار، وهل إذا كان المدرب بيمشي ولا بيقعد. أنا عارف أنهم بيطلعون الحين بيقولك مين قال لك أن المدرب بيمشي بيقعد، بس خوفي لأن أنا كنت أشوف اللغة يعني النصراوية في موضوع المدرب هذا الفترة الأخيرة، أنه لا والله جلسنا مع المدرب غير خطته، بيرجع للخطة القديمة. يعني شوف النبرة كذا مش ولا بد يعني. فأنا خوفي أنه مع الأول هزة النادي النصر ويبدأ الموسم بعد 3-4 جولات يغيرون المدرب، يقول لك والله ما فزنا، يا تغيرون الحين يا تستمرون مع الموسم كامل. مبروك زايد فوضون نجران. وش اشترط عليهم؟ اشترط عليهم انه اذا تأخرت رواتبه اكثر من 3 اشهر يكون لها الحق في فسخ العقد.
وش رايكم في هذا الموضوع؟ احنا دائما هذا يقول لك لا والله هذا بند موجود، اذا ما اعطيتني الدفعه من مقدم العقد في التاريخ الفلاني هذا ممكن انا ارفع، او انه مثلا اقدر افسخ، بس رواتب اكثر من 3 شهور هذه يمكن اول من سواها مبروك زايد. رايكم في هذا الموضوع؟ اخذ رايكم بشكل مفصل. نهائي اوروبا، نهائي اوروبا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، على المستوى الجماهيري، على مستوى الاعلام، على مستوى مسؤولين الانديه، انا تحديدا على مستوى انا لفت نظري صراحه المدرب بروسيا دورتموند. المدرب بيتقطع وقت المباراه مع كل كوره لبايرن ميونخ ويصدها حارس بروسيا دورتموند، المدرب تحسه خلاص يعني ورقه قاعده تطلع، لكن اول ما صفر حكم وانهزم فريقه بدأ يبتسم، وهذه وهي بطولة يعني كبيرة. ما كان فيه تصريحات، حتى كانت فيه أخطاء تحكيمية ما شفنا تصريحات، هي من أعظم البطولات يعني، فخلاص يعني الأمور تمشي الحمد لله بشكل طيب. فوش الدروس المفروض حنا نتعلمها؟ حتى تركيز الفريقين أثناء المباراة، عدم الاستسلام أثناء المباراة سواء للفريق هذا أو الفريق الثاني، يعني صراحة دروس كبيرة نأخذها من نهاية دوري أبطال أوروبا. أذكركم بأرقام التواصل STC 8348، موبايلي 630-590 زي 73-22-22. مرة ثانية STC 8448، موبايلي 630-590 زين 73-22-22. معنا اتصال يا عبد الله ولا نطلع فاصل؟ ناخذ اتصال اول ونطلع فاصل ناخذه. طيب عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا عبد العزيز. كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. ترى محترف النصر يسجل 10 اهداف في السنه. ها 10 اهداف يسجل في السنه محترف النصر، يعني كويس. انت كويس في الرياضيات شكلك؟ لا والله بس 10 اهداف. انت قسمت 70 على على 7 سنوات ها؟ ايه قاعد 10 اهداف. طيب تامر، انا ما نتكلم عن خروج الهلال لان خلاص بردت، عارف بردت، كنت محتر والله. اول ها والله خلاص لكن جبت خبر صدمت انا صراحه. انت انصدمت؟ اي والله. اي خبر؟ انا لا توقيع سامي. ايوه يعني الهلال سيء، ما في أسوأ من كذا يعني، مع شوف محبي احترام لسامي لكن والله ما راح ينجح معه، استغفر الله ما ابغى احلف لكن ما راح ينجح. انت اعتراضك على سامي الجابر كمدرب ولا اعتراضك على سامي الجابر في هذا التوقيت ومع هذه الاداره؟ هذا التوقيت وهذا الاداره، يعني اليوم قالوا في اجتماع عبد الرحمن بن مساعد وبندر بن محمد، والله اني متوقع مستبشر خير استقاله عبد الرحمن بن مساعد صراحه. يا ابن حلال، ترى بقول لك شيء بيني وبينك عبد العزيز، سيدري احد ترى لك عليه الاجتماع، يعني خلينا نقول تجيب لك اياها من الاخر، الناس اللي قاعدين ينتظرون الاجتماع وحنا تكلمنا امس وقبل امس عليه، اجتماع صوري، اجتماع يسلمون على بعض وبيمشي الموضوع ولا الامور منتهيه قبل الاجتماع. طيب سامر، هو ما عنده شيء يقدم للهلال، ليش جالس؟ من هو الامير عبد الرحمن بن مساعد؟ اي والله ما عنده شيء يقدمه، مو قبل فتره يقول ما عندنا استطاعه ندفع اللي هو عقد الفريدي، يقول ما عندي استطاعة أدفع أكثر من 7 مليون. هو الآن اللي اختلف 6 مليون عبد العزيز، اللي اختلف أنه في داعم، ونقول هالأمير أحمد بن سلطان هو اللي داعم وهو اللي متكفل بأشياء كثيرة، وسامي كمدرب واختيارات سامي، فهذا فهذا يمكن اعتمادهم بعد الله في نادي الهلال. داعم إذا داعم وجابوا سامي الجابر، أي داعم هذا يعني؟ خلنا واقعيين يا سامي، الهلال ترى يحتاج مدرب كبير زي قلت. طيب ممكن يعني ان سامي يعني يكون قريب من اللاعبين ويقدم شيء، ودي دايم احنا نسمع يا عبد العزيز كلمه مدرب طموح، مدرب يبغى يصنع سي في، يعني انجوس مدرب المنتخب السعودي في 2007، مارادونا يعني، مارادونا لاعب ما يختلف عليه اثنين، لكن ما نجح مدرب. اي بس مو ما هي بقاعده، هي يقول لك مو بشرط انك انت تكون مدرب كبير عشان تكون لاعب كبير. مورينيو مو هو بلاعب، هو مدرب من اعظم مدربين العالم، انا فاهمك، وممكن يكون افضل لاعب في العالم وما يكون مدرب، لكن مو بشرط، ما هي قاعده. خلنا واقعنا، الجمهور ايش يبغى؟ يبغى اسيا صح ولا لا؟ طب اذا جاب لكم اياها سامي؟ والله اذا نرفع له القبعة، بس انا ما اتوقع يعني يجيبها، يعني يمكن يجيبها دراسة غير رأس عبد الرحمن بن مساعد، لأن عبد الرحمن بن مساعد أنا ما أدري صراحة يعني يستفز بالجمهور أكثر من، يعني أكثر من لازم، كل فترة طلع تصريحه
وتصريح الثاني. ايش رايك في استمرار الجاسر؟ انت عارف اكبر جمهور جمهور الهلال ولا الجاسر يا انا سالك اكبر جمهور الهلال ولا الجاسر؟ لا جمهور الهلال طبعا. ايش دخل اجل على كذا جاسر صغير ولا نشوفه شيء ولا يسوى. خلينا بس من الكلام هذا. لكن يعني والله العظيم هذه كلها وحرتها بردت اجل وما بردت وش كان سوى؟ والله يا اخي اقسم بالله اذا متحدث اعلامي للنادي يتكلم زي كذا يعني لا تصريح من عبد الرحمن مساعد. يعني انا والله اقسم بالله توقعت قالت يعني السنه الجايه ما راح يكون موجود حتى لو كان في عبد الرحمن. لكن انت الان تقول موجودين كلهم ما في اي تغريب. بس اللهم ان سامي الجابر مدرب الفريق بدا زلاتكم. طيب يعني على كذا يعني بنصبر 3 سنين كمان من فشل يعني. لكن اتمنى انا والله العظيم اذا عبد الرحمن مساعد قدم استقالته انا اعتبرها بطوله يعني بطوله هلال الموسم هذا مع كاس ولي العهد ورجع عبد الرحمن مساعد. طيب عبد العزيز يعطيك العافيه. بس عندي احب اهني جمهور الاتحاد عودة عملاق وكبيره غربيه يستاهلون. يعطيك العافيه. شكرا لك يا عبد العزيز. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية. أذكركم بأرقام التواصل قبل لا نطلع الفاصل. STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 732-22-22. برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. رجعنا لكم الآن في برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. أذكركم برقم التواصل STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22-22. محمد كيف حالك؟ طيب ناخذ طارق. طارق السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك أستاذ سامر؟ حياك الله يا طارق. احنا أخذناك أمس آخر اتصال. عبد الله المحضار وسامر والله كثير اليوم علي. أكيد الوالدة عيال اليوم بزيادة. تستاهل أكثر يا طارق تفضل. أنت أمس كنت معنا آخر متصل وما كان عندك وقت وعدناك اليوم. أولا نبغى نهني جمهور الأهلي والشباب التأهل لدور الثمانية في كأس أبطال آسيا. ونهني أيضا الاتحاد والشباب لنهاية كأس الملك. ونهني الهلال سامي الجابر. ونهني النصر بفرقة. ونهني الطلاب بالإجازة. ونهنيك على بايرن ميونخ. الله يبارك فيك. الله يبارك. تستاهل تستاهل. طيب طارق توقعت يعني شوف بايرن ميونخ من الأندية الكبار اللي ما هو شيء غريب عليه. هو كم أخذها هذه الخامسة ولا الرابعة؟ هذه الخامسة مرات وما شاء الله وصل أكثر من نهائي خلال السنوات الأخيرة. خمس مرات ما شاء الله. فاز الخمسة. هو الوحيد اللي يجسد فعلا نقول إنه مكاين داخل الملعب. نعم بس في شيء لازم نتفق عليه. الحظ له دور كبير. الحظ يعني كرة القدم أي بطولة في العالم الحظ له دور. نعم الحظ له دور. الحظ سواء كان من أخطاء تحكيمية، أخطاء فردية من المنافس، أخطاء مدرب تكتيك من المدرب الآخر، هذه هي يعتبر نوع من أنواع الحظ. فأي بطولة البايرن كان في هذه البطولة الحظ ساعده لين آخر لين مباراة النهائية. نعم مع يوفنتوس الحظ حالفه ومع برشلونة الحظ حالفه بأخطاء تحكيمية. وفي النهاية كيف مع برشلونة؟ كيف برشلونة أخذهم رايح جاي يعني 4-3 3-0 أول 3 أهداف أخطاء فادحة وجت لمصلحته. لا بس تشوف طارق يعني ما تشوف انه شوي كذا فيها ها يعني تكلم على فريق فاز المباراة الاولى 4. لا بس انا اتكلم انت فريق يعني معليش طارق انا ممكن فريق يفوز 1 يفوز 2-1 يفوز 2-0 تمشي. لكن فريق ماخذك 4-3 يعني مجموع مباراتين 7 يعني هذا اكتساح. انا بقول لك قصه صغيره. اخويا سالني
مين فاز برشلونة بايرن ميونخ؟ قلت له والله بايرن ميونخ فاز 4-0. قال اوف ول. قلت له بس فيها 3 اهداف ملغية اخطاء تحكيمية. قال لي هذه معناته بالفعل فاعل. هذه المباراة الاولى انت تقصد؟ المباراة الاولى. والمباراة الثانية لا ما انت خلاص انت قضيت عليه في الضربة الاولى. لا بس انت قاعد تتكلم اي بس سؤال برضه يا طارق عشان انت استنى في الحظ في حالفك انه ميسي مصاب بوسكيتس مصاب بيوت مصاب. اي بس انا قاعد اتكلم هذا عوامل. اي بس عوامل. اي بس انا بسال انا بسالك سؤال. كل اللاعبين انت قاعد تتكلم عليهم بيول وميسي وكلهم لهم كامل الاحترام, بس انا عندي سؤال. كان احد يجرؤ يفوز على برشلونه في الكامب نو في وسط جماهيره بثلاثة صفر في دوري ابطال اوروبا حتى لو كان عند النكس هذا موجود؟ طبعا لا. طيب طبعا لا. طيب بس طبعا لا. حرام نعطي الناس حقوقها, هذا حق من حقوقكم. حق من حقوقنا. بس انا اهم شيء كان انه اقول لك هو التعريف انه الحظ دور في انك تاخذ بطوله من غير حظ. والحظ ما كان والحظ ما كان واقف معكم السنوات اللي راحت بكل امانه. اي نعم نعم ساعدنا بس وقف في الاخير. طيب طارق عشان عشان لا نطول على المستمعين, الدروس اللي اخذناها اللي انت كنت بتتكلم عليها الدروس سواء الاعلام نبغى نبدا في الاعلام ولا الجمهور ولا اللاعبين الاعلام ولا الاعلام ولا ابدا فيه الاعلام. انت شفت الاعلام اللاعبين هم اللي بروحوا للمقدمين واللي بيسالوا نفسيتهم طيبه ايوه هم بروح عارفين ايش يقولوا كلمتين ولا يتضاربوا قدام الكاميرا ولا شيء. الجمهور وما ادراك ما الجمهور. الجمهور خايف خسران لازم يسجل لازم. روح اللعيبه يحييهم. الشباب كلها التمت حوالين روبن. روبن انت عارف موضوع النحس بتاعه. هذا النحس بتاعنا كانوا متشائمين. نعم نعم. إضافة إلى في نقطة مهمة جدا بس الإعلام ما ركز عليها موضوع بس والله يثبت الحارس بالهدف الثاني خل عنك. لا باشتوبا له 6 شهور غايب وحيغيب كمان 10 شهور. اللعيبة ما نسوه, جابوا الفنانة بتاعته وقالوا له هذا لباشتوبا. لازم يعني هم بفكروا في الناس الموجودين مش موجودين, عقيد الحياة مش عقيد الحياة بفكروا فيه. طيب تعامل البايرن مع لعيبته شلون تشوفها يا طارق؟ التعامل VIP أكثر كمان VIP. أوليفر كان ألبر مكاي حتى ما عندهم موضوع العنصرية إنه موضوع لازم يكون ألماني. ألبر في أمريكا أمريكا الجنوبية يجي ولسانيول لزرادو فرنسيين يروحوا يرجعوا عندهم يستكشفوا. والله بينو باكن حتى كان حارس عظيم بس هو اللي نكبه رونالدو في كأس العالم. أوليفر كان أي واللي فكر لا زال عظيم. اي لا هو عظيم بس هو جاتك كذا في جاب فيه كم هدف رونالدو. لازم اي عظيم لازم رونالدو برازيلي طبعا عشان لا يقولون انت رب العباد. اكيد. طيب يعطيك العافيه يا طارق وشكرا. بس انت متى امس قلت لي كلمه لا تنفصل من دوامك اهم شيء. لا والله من الدوام من البيت. الله يعين يعطيك العافيه يا طارق. يلا الله يخلينا شكرا لك. في معنى اتصال من معنى عمرو. مساء الخير. مساء النور. حياك الله يا عمرو. الله يحييك يا عمر. السلام عليكم اول حاجه. عليكم السلام. صراحه الايام هذه ساره في محاور كثيره. اول حاجه ابغى احمد العزيز الدوسري لاعب نادي الهلال بنجاح العمليه والله يقومه سالم ان شاء الله ان شاء الله. الشيء الثاني بادر في نادي الاتحاد ولاعيبة نادي الاتحاد بوقوفهم مع فيز دوسري بهذا الشكل اللي شفناه صراحة شيء يثلج الصدر. هذه قلناها عمرو انه هذول رجال الاتحاد مهم شباب الاتحاد. المشكلة ان التعبير يخوني شوي ثامر ما شاء الله يعني عليك انت قد قلتها قبل. بالنسبة احنا كجمهور اتحاد يعني ما تفاجأنا في الشيء اللي شفناه الحمد لله رب العالمين. هذه من صفات نادي الاتحاد. الشيء الثالث ودي أتكلم ما شاء الله تبارك دائما تتحفنا في برنامج الجولة وبرنامج غرفة 11 الآن بدأت تبهرنا بكتاباتك الشيقة في جريدة النادي ما شاء الله تبارك الله. يعني آخر مقال كتبته صراحة شيء فظيع بأمانة شيء فظيع. لا تكبر راسي يا عمرو ترى صدي. لا والله ما كبر راسك صراحة. الكلام اللي كتبته هذا مفروض أنه يقال ترى من زمان. يعطيك العافية شهادة يعني نعتز فيها والله يا عمرو. الله يكرمك يا حبيبي. طيب عمرو النهائي الاتحاد والشباب الآن الاتحاد اتوقع شوف الاتحاديين أول ما بدت البطولة كانوا يقولون الله يستر صح ولا لا؟ الآن الاتحاديين وصول النهائي بدت تغريهم البطولة.
مظبوط. ايش رايك؟ كلامك منطقي، بس انا يعني ما انكر حب النادي الاتحاد، ان انا مشجع واحد من افراد النادي هذا، لكن انه انت بتلعب ترى قدام الشباب. والشباب في بطولتين قبل كذا فاز علينا في النهائي وبنتائج قياسيه. انا ما ابغى، انا اللي ابغى اوصله، بس اللي ابغى اوصله لجمهور نادي الاتحاد، يعني حتى لو انك تلاحظ امس نزلت انا بالصدفه لمتجر نادي الاتحاد، فوجئت انه العالم بتحتفل، انه الناس بتشتري اطقم نادي الاتحاد والشعارات، كانه الاتحاد خلاص ترى انه نحن فوزنا على الهلال وعلى الفتح، ترى وصلنا برا نهائي وفريقنا بيقدم نتائج كويسه، انه خلاص البطوله ترى بجيوبنا، ترى لا نلعب قدام الشباب، شباب فريق متمرس البطولات، فريق يعتبر للاتحاد يعني مطب كبير، واجتيازه يبغى له جهد، يبغى له تركيز. الشباب الصغار اللي يوم العافيه، بس انا ما ابغاهم ينغروا، يعني الاعلام ساعات بيكون مخدر لاعبين، كلام الاستاذ خالد البلطان بعد مباراه نادي الاهلي مخدر للاعبين، انا ابغى هذا الشيء كله يوعوا. اوكي انتم صغار كاجسام، لكن كبار بعقولكم، يا رب انكم تركزوا المباراه، تفرحوا هذا الجمهور اللي يعني تعذب صراحه. ودي اقول لك ان شاء الله، بس انا اقول ان شاء الله بالتوفيق للفريقين. اكيد توفيق للفريقين، انا ما قلت لك شيء، انا اتمنى فوز فريقي يا رب، لانه بصراحه اخي حرام الجمهور هذا انه كذا ولا والله بطولة. تصدق والله ودي انك تفرح يا عمرو. يا رب الله يكرمك. يعطيك العافيه. شكرا بسلام. شكرا بسلام. لك يا عمرو، طبعا بالتوفيق للشباب عشان لا يقولون بس يمسكونها علي الحين. أعلنت شركة صلة الرياضية أن موعد بيع تذاكر مباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين راح يبدأ الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء اللي هو يوم المباراة، وحتى نفاذ الكمية، وذلك في منافذ البيع في استاد الملك فهد الدولي في الرياض. تكفل ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أعضاء شرف من نادي الاتحاد بثلاثين حافلة تنقل الجماهير من جدة إلى الرياض لمؤازرة الفريق الكروي أمام الشباب الأربعاء المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال على استاد الملك فهد. وأعلن عضو الشرف إبراهيم البلوي عن تكفله بتوفير 10 حافلات، بينما تكفل عضوي الشرف صالح باهويني وأسامة طاشكندي ب20 حافلة قابلة للزيادة، وسيتم توفير وجبات طعام لجميع المسافرين حلو المسافرين، وتأجير استراحة خاصة في الرياض لهم على أن توجد الحافلات غدا في مقر النادي بعد صلاة العشاء. طيب هنا في عبد الله يقول أتمنى استقالة ابن مساعد، ولسه هو تجديد فترة الرئاسة، هم بتجديد، هم جدد 4 سنوات راح منها سنة وباقي 3 سنوات، بس أنه كان في مطالبات باستقالته والرجال ما رضخ يعني. يقول أنه يتمنى عبد الله، يقول أنه يتمنى أنه الأمير أحمد بن سلطان أو أي شخص ثاني، أهم شيء يستمر ابن مساعد وتستمر المعاناة والتخبط الإداري. هذا عبد الله. في بسومة تقول ألف ألف مبروك للهلال والهلاليين تدريب سامي للزعيم، وعقبال ما يستقيل بمساعد خاص. جماعة الخير، لا أحد يقول عقبال ما يستقيل بمساعد، بمساعد خاص وكل أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال جالسين في مناصبهم، ما تغير شيء. هنا يقول حسين وبندر كلكم وكل اللي أرسلوا لنا، وعبد الله وهيثم وحسن الأسمري كلكم. بعد الفاصل برنامج الجولة برعاية شركة الخريفة التجارية STC 8-3-4-8 STC 8-4-4-4-8 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22 الجولة برعاية شركة الخريف التجارية الجولة برعاية شركة الخريف التجارية ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة. وليد تفضل يا وليد. وليد ولا بندر؟ بندر بندر لا وليد ولا بندر. نذكر بأرقام التواصل STC 8-3-4-8 STC 8-4-4-4-8 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22 في هنا رسائل كثير. بندر المطرفي يقول والله بقعد أرسلك لين تتصل، أبشر بندر المفروض أن يكون موجود معنا. طيب في
في عندي خبر هنا اللي هو الاتحاد الآسيوي ومتطلبات آسيا 2015. مدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموعد الخاص بتعبئة استمارة طلب استضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2019 واستيفاء المرحلة الأخيرة من شروط ومتطلبات الاستضافة إلى شهر بعدما كان الموعد ينتهي في الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك لتمكين الاتحادات الأعضاء التي سبق وتقدمت بطلب استضافة أمم آسيا 2019 من إكمال جميع متطلبات الاستضافة. بدوره يعمل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم منذ مدة طويلة على إعداد وتجهيز ملف طلب الاستضافة بشكل كامل من النواحي كافة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ كلف الاتحاد فريق عمل لإعداد ذلك. وعلى فكرة هذا خبر رسمي، أنه طبعا تقديم الأوراق الرسمية وإيفاء المتطلبات طبعا شهر زيادة، لكن أمس حنا قلناه بشكل رسمي في برنامج الجولة وفي برنامج غرفة 11 قبل لا يطلع اليوم بشكل رسمي. من معنى يا عبد الله؟ بندر، تفضل يا بندر. السلام عليكم. السلام. أنت رسالة واحدة تكفيك يا بندر، ما يحتاج يرسل أكثر من رسالة. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك. تفضل. أنا عارف عندكم معجبين كبير وتيجي زحمة يمكن ما تنتبهون. وأنت أهم المعجبين، تفضل. الله يسلمك حبيبي. بس أحب أتكلم عن إبرة التخدير حقت عبد الرحمن بن جاعل الحين. حادث سامي جابر كبش فداء، الله يهديه وفكنا منه عاجل. ليش كبش فداء؟ هو سامي جابر هو اللي يبغى. أنا داري هو سامي يبغى، بس إذا كان عندك إدارة فاشلة كيف تبال يعني فريقي حقك ماما لو تجيب قريبس ترجعه إدارة فاشلة. يمكن سامي يضبط لهم الأمور يا بندر. والله ما أتوقع، شغل إداري كله مو بغض النظر عن الأمور الفنية، عندك الإدارية ضايعة كلهم متضاربين مع بعض ودنيا. لازم جهاز إداري جديد وكامل يتغير. أنت تتمنى بندر بن محمد لأنه هو اللي يحسه أجدر، ولا أحمد بن سلطان؟ أحمد بن سلطان نفى إنه يأخذ الرئاسة في الوقت الحالي يعني. هو كمان خايف إنه يترك الرئاسة يجي واحد أفضل منه بعدين ينسون. صعب عبد الرحمن بن سلطان. طيب. أقول الله يستر بس تعين سامي جابر، أنا من أشد المعجبين فيه، بس صراحة ما أبغى يزعل زي كذا، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يستر يعدي المرحلة على خير. بس يعطيك العافية بندر. شكرا لك. هنا في رسالة من خالد العوني يقول عبد الرحمن بن مساعد همه مادي فقط، يعني مشروع لهف فلوس. لا مو بالله، كلمة لهف هذه قوية، بس أنا أقول يلهف من يا خالد؟ عموما برنامج مفتوح، يعني يرسل لي رسالة ثانية نقولي وش على أساس أن حنا نوضح للمستمعين. نواف الروقي، أبو مشعل، وهيثم ابشر. طيب ناخذ اتصال ثاني. من معنا؟ تفضل. الو، تفضل، تعرفني باسمك؟ وليد. نعم تفضل يا وليد. في صوت عندي. الصوت الحين بيروح الصوت. تفضل. بس انا ابغى شيء ابارك للمنخ. ايوه. وعندي بتكلم موضوع سامي جابر. ما اجل دائما عندنا احنا حب ان احنا نستبق الاحداث ونحكم على الناس، اذا كان مدرب اوروبي واجنبي أحسن واحد، إذا كان حكم أجنبي أحسن واحد، لكن محلي مهما كان سيء. إذا كانوا كثير شاف إن سامي كويس إحنا نشوفه سيء. درهم مساعد من 3 سنين كان أحسن رئيس نادي، الحين أسوأ رئيس نادي. بس إحنا ما كنا نقول إن أفضل رئيس نادي. إحنا نتكلم عن جمهور، ما نتكلم عن. طيب ممتاز. نتكلم عن جمهور. أول شيء سامي جابر قفته دراسته التدريب إيش فعله؟ يمكن سمعت فينجر ايش قال عن كان. طب تتوقع انه ينتشر الفريق؟ الحاجه الوحيده اللي انا خاف منها ان اللعيبه ما يتقبلوا فقط. كنت اتمنى انه ياخذون اللعيبه يعني كل واحد لحاله يسالوه عشان الاحراج، كل واحد لحاله هل يقبل سامي او لا. لكن كشف حينجح، لكن هل اللعيبه يساعدوا او لا هنا المشكله يعني. طيب. الحين ساعد موسم جيد، ما نقول ممتاز لكن جيد. 13 لاعب تجد له، وعندك بطوله وثاني الدوري، ايش نقول على الفرق الثانيه اللي صار في ملايين ولاعيبه جانب كويسه وما سويت. طيب يعطيك العافيه. شكرا لك. ناخذ اتصال ولا نقرا الرسائل؟ الرسائل محمد، وهذا يقول امل التواصل معكم، وعبد العزيز بن سعيد وناصر المطيري. طيب عبد الله معنا مداخله. ناصر، 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 هلا
الله اخوي. حياك الله يا ناصر، تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، حياك الله يا ناصر. شو اسمه بس اخوي ثامر اللي يتكلمون قبل شوي يقول لي الفريق الالماني ما في عنصريه. الفريق الالماني ما عنصريه، تتذكر 90 الفرنسي عنصريه، الهولندي عنصريه، تتذكر مشاكلهم يوم ايام شو اسمه. انت اي عنصريه اللي تقصد؟ بين اللعيبه اصلا. بين اللاعب هو يتكلم انهم عنصريه، ايش انهم يكرمون لاعبيهم بس ما عندهم مشكله حتى لو كان مثلا ينتمي لهم لاعب غير الماني، يعني ريبريه مثلا فرنسي، ما عنده مشكله انهم يكونون او فيها معه الى اخر لحظه. ايوه هو يقصد من هذه الناحيه. اي انا راح على بالي الانديه الفرق. لا لا هو يتكلم على هذه الناحيه انه حتى يعني يهتمون بلاعبيهم وبتاريخهم وبمكتسباتهم حتى لو كان اللاعبين اللي ينتمون لهم ما هم المان. صحيح. أول شيء بارك الاتحاد الشباب على وصول النهائي ويستهلون، عارف كيف. والناس اللي سبحان الله العظيم، شوف يا ثامر قبل الشهر العالم قائمة طايحة للجارة ويسبون ويعلون ودري إيش عشان محمد نور، شو الآن نسوا محمد نور نهائيا ولا كان ولا كان موجود. لأنه من جد كان إدارة يعني على كلامهم يدرسون صح يشتغلون صح. أوكي. النقطة الثانية بالنسبة لسامي جابر، ننسى انه سامي اوكي ولا وننسى انه لاعب سعودي وننسى لاعب هلالي اوكي، يعتبر واحد من اللي يجيبونهم اداره عبد الرحمن من قبل ويشوف ينجح ولا لا. ليش الضغط الغريب على سامي؟ ترى سامي بشر، حتى لو فشل مو شرط انه سامي فاشل، يمكن ينجح مع نادي ثاني، صح ولا لا؟ هذا الفكر يبغى اصلح بس. طيب يعطيك العافية، واضح الصوت. الله يسلم، شكرا لك وشكرا لاستماعكم برنامج الجولة، ان شاء الله نكون معكم في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء. شكرا، مسونا على ألف خير.